السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم غنعملو دي بوكل دوغي ساهلين بزاف. بالنسبه للماتيريال غنحتاجو لي بير المقاس ديال 6 في الابيض ولي بير المقاس ديال 4 حتى هما في الابيض. غنحتاجو هاد جوج ديال العلاقات، غنحتاجو هاد جوج ديال المسامر اللي كنعدلو بهم الحوالق، غنحتاجو السبيب ديالنا، غنحتاجو لي بانسو المقوسه ديالنا دائما. دونك غنبداو. انا كنت جمعت هاد السبيب اللي كان كيشيط لي من الخدمه، دونك انا جمعتو غنستعملو هنايا. اول حاجه غنعملو 4 ديال لي بيرل مقاس ديال 4 فوالا، غنشدو مزيان. قطعو الزايد نحتفظو بهم. عنا ملعوت 5 من هاد لي بيرل ديال مقاس 4 جوج خمسة نربط مزيان نفس الطريقة قطع الزايد ونحتفظ به. ناخذ دابا لي بيرل ديال 6 انا من 4 نشد شد مزيان، عملوا العقدات مزيانين، نزيد واحدة أنا هادي. فوالا قطع زايد غنزيد وحدة. نعمل دابا قبيلة منا 4 نعمل دابا 5 نربط مزيان زيد واحدة قطع الزايد فوالا. دابا نجمع هادو ديالي، دونك من هنايا 4 نبدا دابا الخدمة.
ناخذ هذا المسمار هذا نعدلو فوالا وعمدة التمر ديالي. دونك اول حاجه نبداو بها نعملو بار المقاس ديال 6 هو الاول، موراها نعملو هاد البار المقاس ديال 4 دير فيه 4، موراها المقاس ديال 4 اللي فيه 5، موراها المقاس ديال 6 اللي فيه 4، موراها المقاس ديال 6 اللي فيه 5. وباش نشدو نعمل بيرل مقاس ديال 6 فوار دوا الشكل ديال الحلق ديالنا. دابا نشد كنجي كنعوج مسمار كنزول الزايد كنعمل علامة استفهام ما كنشد شي حتى كندخل هاد العلاقة. دابا كنشد فوالا. دابا حنا شدينا هذا هو الشكل ديال الحلق. دونك انا ديجا عملت الثانيه فكيفما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. كنتمنى يكون عجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم.